بين كرة القدم، السباحة، ألعاب اللياقة البدنية وغيرها من الأنشطة، تشارك 76 متفوق ومتفوقة في شهادة التعليم الأساسي والثانوي من هيئة أبناء وبنات الشهداء المكان والحلم لمدة 4 أيام، حيث أقيم سواتلاتي المخيم الكشفي لأبناء الشهداء لهذا العام تحت شعار سوا من كف المشوار، بتنظيم من الجمعية السورية لدعم أسر الشهداء تموز. شو ما سوينا لأسر الشهداء قليل، أبناء الشهداء هن أمانة برقبتنا، فلحنا وقت عم نجمعهم منجيبهم لأي مكان تجمع، لحنا مو هدف المكان إنه ليش المكان، بهدف إنه نجمع الفريق كاملا يبنوا مجتمع. أول سنة بيكون المكان فيه مسبح، فهذا الشيء عم بيعطي الأولاد شوي حافز جديد. في أولاد ما بتعرف تسبح أبدا، امبارحة كسروا حاجز الخوف، نزلوا سبحوا معنا، واليوم مساوي لهم مثل ألعاب لكل الفرق. خيم الكشف كثير له أهداف حلوة، هي الاعتماد على النفس، التعرف على البيئة بشكل صحيح، يكونوا صداقات مع بعضهم، يطيعوا القائد، فكتير بتعلم اشياء بالحياة بتكمل بيكملوا حياتهم، وهن عندهم سلوكيات ومعارف جديدة بيتعرفوا عليها. الانسان اللي بيكتشف الطبيعة بتعلموا اشياء كتير. اخترنا موقع معسكر طلائع الباس كونه الامان رجعت لهالمنطقة، وكونه هي اكثر منطقة فيها خدمات وبنقدر نعمل انشطة اكثر، كوني انا بالمعسكر مسؤول عن الانشطة، فقدرنا بهالمرة انه نقدم لهم شيء فيه سباحة، شيء فيه كرة قدم والعاب قوى، طبعا جايبين ابطال عم يدربوهم. يتضمن المخيم العديد من الانشطة التوعوية والتثقيفية التي تحمل المتعة والفائدة، كما كان لرعاية المواهب وتنميتها حصتها من المخيم. حبينا نعرفهم على لعبتنا، لعبة الالعاب القتالية. اول يوم نحن عملنا لهم عرض ورجناهم شلون الوضع كان، حبوا كثير اللعبة. امبارح نحن اشتغلنا على نفسهم شوي، يعني النفس ما كثير، اشتغلنا على نفسهم وطورنا لهم المهاره. هلا يومين ما بيكفوا اكيد، بس نحن عم نحاول بس انه يطلعوا على هاللعبه هي. والشباب ما شاء الله يعني فورا، يعني في عندهم قابليه لاي شيء، يعني معطيهم حركه فورا عم يحفظوها عم يطبقوها، يعني ما شاء الله. حتى في عندهم في عالم يعني انا عجبوني ممكن يعملوا بطولات مع الزمن، يعني اذا نتعب عليهم يطلع منهم ابطال. حلوه التجربه، تعلمناها من امبارح، بس انه شغلي بس بدها قوه اعصاب. حلوه اللي امبارح بلشنا التدريب والحمد لله في تحسن. دافع لأجي لهون هن رفقات، يعني قالوا لي يا تاع وننبسط، وهي هاي أكثر شيء، يعني الروح يعني الرفقة بين بعضها خلتني أجي لهون. كترفيه ونشاط روتيني يوميا كثير حلو، يعني مرتب، نفيق الساعة 6 رياضة ونرجع نروح ترفيه، قدم، لياقة بدنية، نرجع سباحة، نرجع غدا، منام، يرجع حفلة سمر بالليل، بتصير أرب آيدل يعني بالليل، مسابقات، جوائز. إحنا ما أجينا بس لنتسلى، كتير عم نستفاد من هذا الشيء، يعني من حيث إنه كتير عم ناخد أساسيات بحياتك. يعني أنا مثلاً كنت أعرف إسعافات أولية، بس أوكي هلا صرت أنا أعرف أكثر. أنا كنت أعرف مثلاً إنه شو لازم لما حدا، لما أشوف حد، لما كيف أسبح، بس لا أنا صرت أعرف طرق أكثر. يعد المخيم الكشفي سواتلاتي فرصة جديدة لكسر نمطية الأيام عبر جرعة طاقة وتعلم اكتسبها المشاركون في تجربة جديدة لتحقيق المشاركة وصقل المواهب وتعلم كل ما هو جديد.